تركيا تعلن انتهاء أعمال الإنقاذ في كل المناطق باستثناء كهرمان منعش وهاتاي. تركيا تشكر الجهود العربية المتواصلة لمساعدتها والمزيد من القوافل الإغاثية تدخل الشمال السوري. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حديث الميديا. إذن لا تزال تداعيات التزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا تتصدر عناوين الصحف والقنوات الإخبارية، والبداية من وكالة الأناضول التي ركزت على تواصل الجهود العربية في دعم تركيا وسوريا من خلال مواصلة أعمال الإغاثة والإنقاذ منذ وقوع الزلزال إلى حد الآن، وذلك عبر الجسور الجوية لكل من قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وفلسطين والأردن وليبيا واليمن، والتي تضمنت آلاف الأطنان من المواد الإغاثية والطبية والإيوائية، علاوة على فرق الإنقاذ المختصة والتي لا يزال بعضها يشارك حتى هذا اليوم في انتشال الضحايا والبحث عن معجزات لناجين وإغاثة المتضررين. يني شفاق العربية أيضا تناولت الجهود العربية والعالمية المتواصلة من جسور جوية إغاثية وزيارات دعم رسمية، منها زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لتركيا وتجوله في منطقة الكارثة، حيث غرد بعدها على تويتر بأنه يشعر بحزن عميق وأن الولايات المتحدة عازمة على بذل كل ما في وسعها من أجل المساهمة في أعمال الإنقاذ والإغاثة. صحيفة الشرق الأوسط فكتبت بدورها أن تركيا تستنهض روح الحياة بعد مضي أكثر من 13 يوما على وقوع كارثة الزلزال المدمر، وذلك حين بدأت فرق من مختلف البلديات التي وفدت على الولايات المنكوبة أعمال التنظيف والتعقيم في الشوارع المحيطة بالمناطق المتضررة والمباني المنهارة وداخل مدن الخيام، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملها متمسكة بأي بصيص أمل في تحقيق معجزات جديدة قد تكون مختبئة تحت الركام. أضافت الصحيفة أن مراكز اجتماعية يقوم عليها متطوعون بدأت عملها لتوزيع ما يحتاج إليه الناس هناك، بالإضافة إلى المطابخ المتنقلة التي تقدم الوجبات الساخنة على مدار الساعة للتخفيف عن المتضررين. وعما وصف بالمعجزات من نجاة أشخاص بعد بقائهم لأكثر من 10 أيام تحت الأنقاض بسبب الزلزال المدمر، مخالفين بذلك قاعدة الأربعة التي تقول أن الإنسان يمكن أن يبقى 4 دقائق بلا هواء و4 أيام بلا ماء و4 أسابيع بلا طعام. CNN حاورت كبير المراسلين الطبيين لديها الدكتور سانجاي غوبتا، والذي عزى السبب في ذلك لعدة عوامل نتابع. People who have no pre-existing conditions, people who are more physically fit, people who are more hydrated at the time that the collapse actually happened. So there are these remarkable stories of people surviving, which is why so many days even now after the earthquake. الجزيرة وفي مقال لها سلطت الضوء على تداعيات الزلزال الاقتصادية والسياسية على تركيا، وكتبت أن حجم الإغاثة الدولية الكبير وفرق الإنقاذ التي تداعت المساعدة بسرعة منذ وقوع الكارثة من قبل العديد من دول العالم أثبت أهمية تركيا ودورها الفاعل على الساحة الدولية، مرجحة أن التعافي والبناء سيكونان سريعين نتيجة الجهود الجادة للحكومة على أعتاب الانتخابات وقدرتها على التعامل مع الأزمات والاستجابة السريعة لها كما حصل في أزمات سابقة، لكن العباءة المالية ستكون ضخمة عليها ومكلفة لها بحسب هذا المقال. موقع عربي بوست من جانبه ركز على التجربة اليابانية في التعامل مع الزلازل، حيث تتعايش طوكيو مع الكثير من الزلازل المدمرة وتخرج منها بأقل الخسائر. كيف ذلك؟ التفاصيل في الفيديو التالي. موقع العربي الجديد عنون أن السوريين الناجين من الزلزال في مناطق النظام هائمون على وجوههم في الشوارع وحكومة النظام بلا خطة للتعامل معهم. وفي التفاصيل كتب الموقع أن سكان اللاذقية الذين شعروا بالهزة فروا نحو الشوارع والحدائق والسيارات في ظل عدم وجود أماكن آمنة للذين تهدمت بيوتهم أو تصدعت، وكذلك الحال في كل من حلب وحما وطرطوس.
وأضاف الموقع أنه إلى الآن لم تقم الجهات الرسمية والمنظمات الإغاثية بإجراء إحصاء تقريبي للأهالي الذين ما زالوا يفترشون الشوارع والجوامع وأماكن الإيواء والحدائق العامة وحتى في المقابر، ولم تتخذ حكومة النظام أي خطة عمل طارئة لإيوائهم في منازل أو في مجمعات سكنية مؤقتة إلى حين انتهاء أعمال البناء أو الهدم. موقع الأمم المتحدة وفي هذا السياق سلط الضوء على ضرورة استمرار الدعم الأممي للنساء والفتيات في سوريا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب كل من جنوب تركيا وشمال سوريا. في تقرير له قال الموقع أن حوالي 133 ألف امرأة حامل تضررت من جراء الزلزال في سوريا وفقا لإحصائيات صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي أفاد بأن ما يقرب من 6600 امرأة سيعانين من مضاعفات الحمل والولادة في ظل التوقعات بأن تلد نحو 44 ألف امرأة في الأشهر الثلاثة المقبلة. شددت الوكالة الأممية في تقريرها على الحاجة الملحة لتوفير رعاية طبية محترفة لهن لتلافي المخاطر الناجمة عن الولادة والتي قد تهدد حياتهن. الحرة نقلت عن منظمة أطباء بلا حدود دعوتها إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا بشكل عاجل بالتزامن مع وصول قافلة حملتها بخيم النازحين والمشردين إلى المنطقة المنكوبة جراء الزلزال المدمر. أضافت الحرة أن المنظمة أعلنت أنها أفرغت مخزون الطوارئ الخاص بها خلال 3 أيام بعد وقوع الكارثة عبر تقديم نحو 12 طنا و4000 متر مكعب من المعدات الجراحية والأدوية لمستشفيات إدلب. أضافت أن ما يدخل من المساعدات الأممية حاليا هو دون المستوى المطلوب ولا يتوافق مع حجم المأساة. موقع أرام ميديا على يوتيوب نشر من جانبه مقطعا يظهر دخول قافلة مساعدات قطرية إلى الشمال السوري رفقة سفير قطر في تركيا الشيخ محمد بن ناصر الثاني، والذي أشرف بنفسه على دخول القافلة وتوزيع المواد الإغاثية على المتضررين في عفرين وجنديرس. نتابع. احنا معاكم قلبا وقالبا. الله يسر قلبا وقالبا. والشعب التركي كمان اخونا، ترى ديروا بالكم. انتهاء أعمال الإنقاذ في أكثر من ولاية تركية، والحكومة تبدأ أعمال البناء في المناطق المتضررة مطلع الشهر المقبل. التفاصيل في منشط بعد قليل. نبدأ مشاهدينا من حملة بيتي بيتك، والتي أعلنت عنها الحكومة التركية، والتي لاقت تفاعلا واسعا في الشارع التركي. وتساعد الحملة الأشخاص الذين يمتلكون منازل إضافية في تخصيص منازلهم إما مجانا أو عبر تأجيرها بأسعار مناسبة للمتضررين من الزلزال بشكل مؤقت، وذلك بضمانة الدولة بحسب وكالة الأناضول. من جانب آخر، بدأت عمليات بناء مراكز الإيواء المؤقتة التي تتسع لأكثر من نصف مليون شخص في منطقتي نورداغ وإصلاحية في غازي عنتاب. ستتضمن مدارس ومساجد ومرافق اجتماعية مختلفة وملاعب للأطفال. نتابع جانبا من هذه التجهيزات. صحيفة الأخبار من جانبها نقلت إعلان الحكومة التركية الانتقال لمرحلة إزالة ركام الأبنية المهدمة تمهيدا لبدء أعمال البناء. في هذا الخصوص أعلن وزير البيئة مراد كرم أن البناء سيبدأ مطلع مارس المقبل في العديد من المدن، كما ستستأنف الخدمات الحكومية في مناطق الزلزال في بداية الشهر المقبل بعد تأمين المنازل الجاهزة. كما أعلنت شركة الطيران التركية استمرار نقل الركاب مجانا بين المناطق المتضررة وخارجها ذهابا وإيابا حتى بداية مارس. صحيفة إيني شفقة التركية سلطت الضوء أيضا على الخطة الحكومية لإيواء متضرري الزلزال، ونشرت فيديو يوثق شحن البيوت مسبقة الصنع عن طريق وزارة المواصلات والبنية التحتية ومؤسسة الخطوط الحديدية التركية إلى المناطق المنكوبة، حيث تم إيصال 450 بيتا مسبق الصنع في وقت قياسي. نتابع. الأمل مستمر، سكان اسطنبول يرحبون بضحايا الزلزال في منازلهم، هكذا عنون موقع CNN
أحد مقالاته المخصصة لكارثة الزلزال، وفي التفاصيل أشار إلى أن العديد من العائلات فتحت أبوابها للأسر المتضررة، كما تحدث الموقع عن المتطوعين الذين لم يوفروا جهدا لجمع التبرعات والمعونات لإيصالها للمناطق المنكوبة. صحيفة ديلي صباح من جانبها ركزت على دور المقيمين الأجانب في اسطنبول بجمع المساعدات الإنسانية لصالح منكوبي الزلزال ومشاركتهم في أنشطة جمع وتعبئة وتغليف المساعدات الإنسانية في المراكز، كما أن عدداً لا بأس به منهم سافر إلى المناطق المتضررة وحاول تقديم المساعدة على الأرض قدر استطاعته. حملات الإيواء المستعجلة لم تقتصر على الجانب المحلي، وإنما حاولت الكثير من الدول تقديم الدعم في هذا الإطار، كما أعلن حلف شمال الأطلسي انطلاق سفينة من إيطاليا تحمل دفعة أولى من 600 منزل متنقل من أصل أكثر من 1000، خصص الحلف للمساهمة في إيواء نحو 4000 شخص. من جهة أخرى أقامت أذربيجان مدينة خيام تضم 760 خيمة لإيواء المتضررين من الزلزال في ولاية كهرمان مرعش التركية. وفي إطار الدعم العربي والدولي لمتضرري الزلزال، تحدثت صحيفة العربية الجديد عن قافلة المرحمة والتي انطلقت من قطاع غزة المحاصر إسرائيليا إلى الشمال السوري والداخل التركي. تعمل الحملة على تقديم ما أمكن من مساعدات إغاثية من خلال توفير ما يمكن أن يلزم لإيواء المنكوبين مثل الخيام والطعام والحاجيات الأساسية من فراش وملابس ومدافئ، فيما تخطط للمساهمة في بناء بعض البيوت وتأهيلها للسكن. تريتي عربي أشارت إلى الفندق العائم الذي خصص لضحايا الزلزال بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دورماز، حيث رست واحدة من السفن السياحية الضخمة التي تضم أكثر من 1000 سرير في ميناء إسكندرون بولاية هاتاي. نتابع هذا الفيديو. مرحبا، نصنعك يا امشي يسمى شاء الله. تركيا تودع فرق الإنقاذ الأجنبية بالتحية والتصفيق، بالونات حمراء فوق أنقاض المباني المهدمة تكريما لضحايا الزلزال في تركيا، وغير ذلك مشاهدينا في جولة على أهم ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بعد قليل. كثير من قصص النجاة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، ومنها قصة أب علق تحت الأنقاض حيث كان ينتظر مولودته في المستشفى للولادة قبل وقوع الزلزال، والتقى بهذه المولودة بعد نجاته من الأنقاض عقب 11 يوما. نتابع. إلى قصة الرضيعة السورية المعجزة عفراء التي ولدت تحت أنقاض الزلزال المدمر في الشمال السوري، ومن الولادة تحت الأنقاض مرورا بفترة علاجها أصبحت عفراء رمزا لكارثة الزلزال، فمن هي العائلة التي تبنتها؟ نشاهد. بالتحية والتصفيق، ودع أتراك فرق إغاثة أجنبية وصلت إلى تركيا للمشاركة في عمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض البيوت المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد وشمال سوريا. مشاهد من مطارات أدنا وأديمان أظهرت وداع فرق إنقاذ من كوريا الجنوبية وفرنسا والهند وتايوان بعد انتهاء مهمتهم. من المشاهد المؤلمة في المناطق المنكوبة، فرق الإنقاذ لم ينسوا الأطفال الذين رحلوا في الزلزال ووضعوا البالونات الحمراء فوق الأنقاض تكريما لهم. استمروا في التفاعل معنا على صفحتنا، ولا تنسوا أن رأيكم هو المحور وأن تفاعلكم يصنع الخبر، وفي حديث الميديا منصة مفتوحة لأرائكم دائما. في أمان الله.